وحول هذا الموضوع ينضم معنا مدير مركز شمس لحقوق الإنسان من رام الله السيد عمر رحال. مرحبا بك في نشرة الثالثة بعد 67 يوما على حرب غزة. الوضع الإنساني يزداد صعوبة ويخرج عن السيطرة سيد الرحال، يعني أين هو الدور العالمي في ممارسة مسؤولياتها الإخلاقية على الأقل تجاه ما يجري في غزة؟ مساء الخير أستاذ وجدان لك ولكل المشاهدين والمشاهدات. يعني سقطت كل يعني الاتفاقيات وكل المعاهدات وسقط القانون الدولي الإنساني أمام ما يحصل حقيقة في قطاع غزة من مجازر ومذابح وتطهير عرقي وإبادة جماعية. سقط بفعل يعني لا أقول ازدواجية المعايير، هناك معيار واحد للولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، هذه الدول استعمارية تاريخيا، صحيح اليوم انكفأت داخل حدودها الإقليمية ولكن لم تغادر بأي حال من الأحوال العقلية الاستعمارية الاستحواذية. هذه الدول هي التي تشارك وهي التي تدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدعم هذه الوحشية التي يندى لها الجبين الإنساني. هذه ليست حرب وليس عدوان، ذلك أبعد من الحروب والعدوان. ما يحصل هو أشبه ما يكون بالحروب التي قرأنا عنها في الكتب التاريخية، حروب القرون الوسطى بين أمراء وملوك الحرب، أبعد ما تكون بأنها وحشية انتقامية ثأرية بطبيعة الحال. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندما استخدمت حق النقض الفيتو ورفضت أن يكون هناك يعني وقف لإطلاق النار، إذن هي شريكة. عندما تقوم هذه الدول الأربع الأوروبية بدعم هذا العدوان وتغطي على جرائم الاحتلال، عندما يتلكأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان بفتح تحقيقات عما يجري في قطاع غزة، إذن هناك شراكة. أنا لا أحمل فقط المنظمة الدولية أي الأمم المتحدة، الأمم المتحدة ليست حكومة دولية وليس لديها جيوش وليس لديها إمكانية، هي يعني تعبير عما هو في السياسة الدولية، هي انعكاس لمصالح الدول الكبرى داخل المنظمة الدولية وأيضا منظماتها المتخصصة. العتب حقيقة على الدول العربية والإسلامية التي لم تستطع بعض هذه الدول أن تحرك ساكنا. طيب هذه بالنسبة إلى الدول سيد رحال، يعني اليوم كيف ترى أيضا دور المنظمات الإنسانية الأممية تجاه الأوضاع في الصعبة في غزة؟ لا ماء ولا دواء سيدتي. يعني مرة أخرى يعني على الرغم من أننا يعني انتقدنا بشدة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة كالأنروا والصحة الدولية وكل المنظمات الدولية، اليونيسف، اليونسكو، كل المنظمات الدولية يعني الإنسانية المتخصصة في الأمم المتحدة، ولكن بشكل موضوعي يعني كيف لي أن أحمل هذه المسؤولية لهذه المنظمات وهي لا تمتلك من القوة ما يؤهلها للقيام بواجباتها؟ هناك يعني تعنت إسرائيلي، هناك إدارة ظهر للمنظمة الدولية والقانون الدولي الإنساني لا سيما لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، هناك دعم أمريكي ودعم بريطاني ودعم من بعض الدول الأوروبية أدى ذلك أن يجبر الاحتلال هذه أولا منظمات أن تغادر شمال قطاع غزة، وثانيا لا أحد يستطيع أن يدخل أي شيء لقطاع غزة إلا بموافقة إسرائيلية. هذه المنظمات ليست دول مستقلة، هذه منظمات دولية وموظفين دوليين هم يأتمرون بين هلالين بما تقول الدول، ليس باستطاعتهم القيام بأي شيء ما لم يكون هناك اتفاقا من الدول. الذي يعطل العمل في مجلس الأمن الدولي والذي يدعم الاحتلال والذي يغطي ويشكل مظلة للاحتلال على المستوى الدولي هو الذي يتحمل المسؤولية، وعلينا أن نتعامل بصراحة أستاذي وجدان. هذه منظمات دولية لا حول لها ولا قوة، ولكن علينا أن نتحدث عن الدول التي تمتلك سلاحا والتي تمتلك علاقات دبلوماسية وسياسية ولها مصالح مع الاحتلال ولديها مصالح
مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وكيف لي أن أحمل يعني مسؤولا أمميا ليس لديه أي إمكانية، وهناك جيوش عربية وهناك دول عربية وإسلامية وازنة، ويعني تعتبر بأنها يعني عاشر أقوى جيش في العالم. هذه الدول التي عليها أن تخجل من ذاتها ومن نفسها أمام ما يحدث من مجازر مروعة ومذابح في قطاع غزة. طيب دولة الاحتلال قالت إذا سمحت لي نعم أنها تدافع عن نفسها، لا يوجد شيء في القانون الدولي اسمه دفاع دولة محتلة عن نفسها. يعني بعد 67 يوم وقتل يعني أكثر من 20,000 فلسطيني وتشريد أكثر من 1,700,000 فلسطيني، وهذا الدمار الهائل الذي لم يحصل بعد الحرب العالمية الثانية، ماذا على الدول سواء كانت العربية أو الإسلامية أن تنتظر أكثر من ذلك حتى يمحو الشعب الفلسطيني عن بكرة يابي وأن يسووا قطاع غزة ويشطبوا من الناحية السياسية والديموغرافية والجغرافية؟ إذا يعني من الأهمية أن ننتقد، ونحن في المؤسسة أول من انتقدنا الصليب الأحمر والأمم المتحدة وصدرنا بيانات بهذا الخصوص، وقلنا عليهم أن يقوموا بما هو مطلوب منهم وأن لا يذعنوا للاحتلال، ولكن نحن نعي في ذات الوقت بأن هذه المنظمة تاريخيا هي أيضا تمثل غطاء للدول الكبرى لا سيما للولايات المتحدة الأمريكية، وبعد هي الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية، عاثت فسادا الولايات المتحدة بالمنظمة الدولية واستخدمتها يعني بشكل مريع في 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 كل الحروب والغزوات التي قامت بها وباحتلال الدول. نعم، 67 يوما سيد رحال، وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان يعني اليوم، ما الهدف من استمرار استهداف المستشفيات؟ سيدتي سيدي وجدان، يعني نحن يعني قبل موضوع الشفاء قلنا يعني ما هي الدلالة والرمزية العسكرية لاحتلال الشفاء أو لاقتحام المستشفيات؟ هذه مستشفيات في كل الحروب النظامية بين الدول دائما هذه الأعيان المدنية، المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات وكل الأعيان المدنية محيدة، ولكن الاحتلال عندما يعني باع هذا الوهم للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وباع الوهم لذوي الأسرى الإسرائيليين بأن تحت الشفاء هناك القيادة والتحكم والسيطرة ويوجد به الأسرى، اقتحم الشفاء واحتل الشفاء ورفع العلم على الشفاء، ما هي الدلالة والرمزية؟ صفر كبير لهذا الجيش العرمرم العظيم. اليوم يعني يقتحم المستشفيات ويقصف المستشفيات ويحاصر المستشفيات، هو يريد ببساطة من موضوعة المستشفيات، يعني موضوعة أن هناك أسرى، هذه اللعبة انكشفت وهذه المسرحية التافهة بعيد عنك يعني أصبحت ممجوجة وحيدت. اليوم هو يضغط باتجاه إذا كان هناك مزيد من الجرحى ترحيلهم، وإذا كان هناك مزيد من اللاجئين والنازحين في باحات هذه المستشفيات ترحيلهم، من أجل أن يقيم الاحتلال ما يسمى بالمنطقة العازلة أو المنطقة الأمنية. هو لا يريد مواطنين في الشمال، لا يريد مواطنين حتى يعني حتى جنوب وادي غزة، هذا له علاقة بالتهجير. ما يقوم به الاحتلال من ضرب البنى التحتية وأيضا الأعيان المدنية في مقدمتها المستشفيات، هو يقول للفلسطينيين ويحشر ويضغط باتجاه أن يلتجئ الفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة. أنا أقول بكل وضوح موضوعة التهجير لم تسقط ولم تسقط من الفكر السياسي الصهيوني، هذه دائما حاضرة. صحيح بأن بعض الدول العربية قالت بأن التهجير هو بمثابة إعلان حرب وأنها رفضت التهجير، ولكن الإسرائيليين لم يذعنوا لهذا الموضوع. كل ما يقوم به اتجاه المستشفيات، وهذا كان من الشهر الأول للعدوان عندما كانت تتحدث صحافتهم ويتحدث قادة الاحتلال وضباطه بأنه يجب أن يكون هناك إخلاء للمستشفيات من أجل أن يكون هناك مناطق عازلة ومن أجل أن لا يكون هناك يعني أرض بلا سكان. نعم اليوم إسرائيل نعم إذا اليوم إسرائيل تجدد التأكيد بأن هدفها هو القضاء على حماس نهائيا،
برأيك سيد رحال، هذا تحقيق للهدف ممكن فعليا على أرض الواقع، أم أنه سيكون أيضا تمهيدا فقط لاستمرار العمليات العسكرية؟ شوف استاذي وجدان، يعني حماس هي ليست شركة مساهمة يمكن ان نذهب الى وزارة التجارة والاقتصاد الوطني عند يعني مسجل الشركات ونقول له مهم ان تعين مصف لتصفية هذه الشركة. حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية هي موجودة بالوجدان الفلسطيني، وحماس لها امتداداتها يعني الجماهيرية العريضة من رفح حتى جنين. هناك حركة طلابية وازنة وقوية، هناك حركة جماهيرية، وهناك مؤيدين للحركة، وهناك أيضا لجنة نسوية، وهناك مؤسسات تتبع للحركة، وهناك جهاز عسكري وسياسي. إسرائيل جربت منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اللحظة القبضة الأمنية والعسكرية، وحاولت مرارا اجتثاث بعض التنظيمات لا سيما اليسارية منها الفلسطينية، ولكنها فشلت فشلا ذريعا. المقاومة وحماس وكل الفصائل الفلسطينية هي متجذرة بالوعي الفلسطيني، ولا يمكن لا لإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تجتث أي من فصائل المقاومة. أقول لك بشكل واضح اليوم، حماس لديها من الجماهير والتأييد الشيء الكثير، نتاج يعني هذه المواقف البطولية ونتاج يعني هذه المقاومة التي تقوم بها. وبالتالي نتنياهو هو يريد أن يقول كما قال رئيس دولته بأننا نحارب يعني الداعشيين ونحارب بالنيابة عن الحضارة الغربية، ولكن إسرائيل ومن خلف الولايات المتحدة تدرك بأنه لا مجال لذلك. نتنياهو يريد أن يطيل يعني أمد الحرب. نتنياهو لا يريد أن يذهب إلى محاكمة، ولا يريد أن يخضع إلى لجنة التحقيق في قادم الأيام، لأنه مستقبله السياسي قاب قوسين أو أدنى. طيب، ولذلك يعني نتنياهو هو يريد أبعد من ذلك، يريد أن يفتح يعني حربا في الشمال مع لبنان، ويضرب سوريا، ويستفز إيران، ويستفز يعني مصر والأردن. هو يريد أن يكون هناك جرا للولايات المتحدة من أجل أن يكون هناك حربا إقليمية، من أجل أن يطيل أمد حضوره في المشهد السياسي. إسرائيل تريد أو يعني إسرائيل قالت من اللحظة الأولى بأن الهدف السياسي للحرب هو القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى. طيب، يعني اليوم سمعت سيد رحال، جرى الحديث أيضا باستمرار الجهود للتوصل إلى هدنة جديدة. ما هي فرصة تحقيق ذلك مع إصرار إسرائيل على المضي بحملاتها العسكرية؟ سيدتي، إسرائيل بورطة. أنا لا أتحدث يعني من منطق العنتريات، وأنا لست خبيرا عسكريا، ولكن إسرائيل تدفع ثمن بشري باهظ في قطاع غزة، وهناك أسرى أيضا ذوي الأسرى الإسرائيليين يضغطون باتجاه وقف العدوان، ليس حبا بطبيعة الحال بالفلسطينيين بقدر ما هو حفاظا على أبنائهم بأن لا يعودوا في أكياس سوداء. وأيضا العالم يعني أصبح يذيق ذرعا بما يقوم به نتنياهو من قتل وتشريد وإبادة ومذابح ضد أبناء شعبنا. الإسرائيليين أيضا ليس باستطاعتهم أن يستمروا بهذه الحرب. إسرائيل تاريخيا كانت تذهب إلى حرب خاطفة وقائية قصيرة محددة الأهداف على أرض العدو. هذه المرة الأمر تماما مختلف، والاقتصاد الإسرائيلي على الرغم من أن إسرائيل هي دولة رفاه ولديها مساعدات من أمريكا وأوروبا اقتصادية ومالية وعسكرية، إلا أنها ليس باستطاعتها أن تواجه وأن تستمر بهذه المواجهة. أيضا إسرائيل بحاجة إلى هذه الهدنة من أجل أولا ترتيب أوضاعها الداخلية، وأقصد هنا على مستوى الجيش والمعدات وعملية التموضع والانسحاب من بعض المناطق، وثانيا فيما يخص الأسرى. هناك حملة ضغط كبيرة على نتنياهو وأركان حربه داخل الشارع الإسرائيلي لعودة الأسرى الإسرائيليين. وبالتالي إسرائيل أيضا هي بحاجة ماسة إلى هذه الهدنة، وأعتقد بأن ذلك قد يكون ممكنا قبل يعني أعياد الميلاد المجيدة. لذلك إسرائيل أيضا معنية بذلك على الرغم من العنتريات وعلى الرغم من الكذب وسوق الكذب بالانتصارات الوهمية التي لها علاقة باعتقال الأطفال والمدنيين العزل وتعريتهم أمام عدسات الكاميرات. طيب، اليوم هذه
هذه يعني الفعاليات التي تتزايد يوما بعد يوم على أرض الواقع، يعني على مدار الساعات هناك أعداد من الضحايا والنازحين في غزة. السيناريو المتوقع لمصير مئات الآلاف من هؤلاء الأهالي ما هو؟ شوفي سيدتي، أولا قصة إنه إحنا انهاجرين بلادنا، وهذا يعني رد على كل اللي قالوا إنه إحنا بعنا أرضنا وبعنا بلادنا، نموت في أرضنا وألا نهاجر. وأنت تعلمي تماما أن إخواننا في الإقليم عندما صار هناك يعني حرب على العراق وحرب على سوريا وبعض الدول العربية وعلى اليمن، صار هناك هجرة. ونحن لا نقارن يعني بكلام آخر بأنه من حق الناس أن تحافظ على ذاتها، ولكن نحن كفلسطينيين لا يوجد لدينا، يعني جربنا الهجرة وجربنا النزوح واللجوء وجربنا يعني الخروج خارج بلادنا. اليوم الناس نعم. تموت وتبقى يعني ثابتة. سيد نعم أنا السيد أعتقد عمر بأن الناس رحال، تبقى ثابتة أن تخرج من أرضها. نعم سيد عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان من رام الله، شكرا جزيلا لك.